طيب بص يا شباب، ده الجزء الثاني طبعا من تكملة المحاضرة الأولى في سؤال ترانسليشن الترجمة. بنكمل مع بعض يا ابني شرح قواعد الترجمة وازاي ترجم الجملة، بس لازم تفهم ان احنا كل بنشرحه ده ملهوش لازمة من غير ما تكون حافظ كلمات، ولازم اتفقنا ان كلمات الترجمة مشهورة ومعروفة جدا، الكلمات اللي انت محتاج تحفظها. طب النهاردة طبعا بنترجم، بنقول ان في بعض الكلمات بتيجي في الأول ما بتترجمش. يعني يجي يقول لك مثلا كلمة تقوم في الأول مثلا، يعني يقول لك تقوم الحكومة بإنشاء العديد من المدن الجديدة. لما اجي اترجم الجملة دي يا شباب، الطالب بيبدأ بالحكومة لان ده السبجكت الفاعل اللي هو the government، خلاص هو عارف ان الفاعل the government. معلومة ليك كده على الماشي بالنسبة يعني الجرامر، واحنا عندنا كلمة the government الحكومة، دي معلومة كده على الماشي في الترجمة، ان the government الحكومة عاملة زي كلمة family يعني أسرة، عاملة زي كلمة team فريق، عاملة زي كلمة arm يعني جيش، كلمة زي staff هيئة موظفين. الكلمات دي ممكن تمشي مفرد وممكن تمشي جمع عادي، يعني ممكن اقول the government is وممكن اقول are. لو بتكلم عليها كوحدة على بعضها بقول is، لو قصدي الاعضاء كذا واحد بجيب ار. فدي حته كده في الجرامر المفروض تبقى انت واخدها في الجرامر، ايه الفرق بينهم؟ ده لما بيكون بتكلم على الوحده، على الفريق كله، فريقنا ترتيبه كويس. اه في الدوري في 10 فرق، ففريقنا لوحده ترتيبه كويس يبقى از. غير لما اقول لك فريقنا بيستلموا ميدالياتهم على المنصه يبقى ده الاعضاء اللعيبه يبقى ار. فانا المعلومه تهمني هنا بقى ان هم دول يمشوا مفرد وجمع، بس انت اللي يهمك اكتر بقى ده يا شباب، اللي يهمك اكتر ان انت في الترجمة دايما كلمة the government هتلاقيها مفرد، يعني ده اللي يهمني، هي تمشي مفرد وجمع، انما دايما في الترجمة او في الرايتنج باراجراف دايما هتلاقيها مفرد. فنرجع لمعلومتنا بقى، المعلومة بتقول ايه بقى؟ ان تقوم دي ما تترجمش بقى، ما تجيش في الامتحان تدور لي على كلمة تقوم. هو انت تقوم دي يعني حكومة بتنشئ، يعني تاخد الفعل ده تخلي ده الفعل بتاع الجملة، بتبني بتنشأ. عايز تخليه بقى تقوم دي تخلي ده مضارع بسيط ماشي، عايز تخليه مضارع مستمر ماشي، يعني ينفع الاتنين بقى. هي بتقوم دلوقتي يبقى the government is carrying out، بتنفذ بتنشئ، is carrying out. the government is building، بتبني، اقول لك صح. the government is setting up، بتقيم. يبقى هنا خلي بالك، يبقى كلمة تقوم دي ما تترجمش، انما تخلي فعل بتاع الجمله يا اما مضارع بسيط يا اما مضارع مستمر، شوف المعنى الانسب. فالجفرنمنت از كارينج اوت، طبعا الوت اوف كثير من نيو سيتيز يعني المدن الجديده، كلمه سيتي جمعها الواي تحول لاي اي اس، يبقى ذا جفرنمنت از بيلدينج از كارينج اوت الوت اوف نيو سيتيز. طبعا هو ينفع نستخدم ميني، ميني يعني العديد من، بس هي ميني دايما بتيجي اكتر في النفي او السؤال، يعني دايما تيجي في النفي I don't have، انا ما عنديش، I don't have many friends. انما في الجملة المثبتة الاكتر بستخدم a lot of، كثير من. فتخلي بالك كثير من تمشي اكتر في الجملة المثبتة، انما السؤال والنفي بنستخدم كلمة من. طيب برضو من الحاجات المهمة في الترجمة لما تلاقي عندك يا شباب كلمة اسمها لقد، لما تلاقي كلمة اسمها لقد دي بتفرق جامد جدا. لقد دي ليها شرح يا شباب، ايه هي؟ هو انا لو لقيت لقد ولقيت الجملة بتاعتي اخرها كلمة دالة على زمن ماضي بسيط، يعني اي كلمة من الكلمات الدالة على الماضي البسيط، يبقى لقد دي كأنها مش موجودة وترجم الجملة عادي. يعني لما جيت قلت لك لقد سافر ابي الى اسوان العام الماضي، كلنا عارفين ان العام الماضي اللي هو last year، فدي بتدل على الماضي، يعني كده الفعل لازم يكون سافر ده travel، يبقى ولا كأني لقد دي موجودة ولا اصلا مكتوب. يبقى my father traveled، my father traveled to اسوان، سافر لاسوان امتى؟ last year العام الماضي. يبقى تخلي بالك ان لقد دي ولا كأنها موجودة لان في كلمة دل. امال يا مستر لو لقيت لقد دي موجوده في جمله والجمله مفيش اي كلمه داله على اي زمن، يعني هي جمله جايه كده، قال لك ساعتها برضو لقد مش هتترجم. بس هي لقد بتعمل ايه؟ بتخلي زمن الجمله مضارع تام،
اللي هو has أو have، has أو have plus ال past participle تصريف تالت. يبقى أنت لو لقيت جملة فيها لقد ولقيت الجملة ما فيهاش كلمة دالة، واحنا عندنا جملة مشهورة جدا دايما تيجي يا شباب يقول لك ايه، لقد حققت مصر الكثير من التقدم في جميع المجالات، دي جملة مشهورة جدا. لو انت بصيت للجملة هنا هي لقد هي موجود، هل قال لك امتى؟ ما لكش العامل الماضي ولا جاب اي كلمة. يبقى لما اجي اترجم الجملة دي هقول ايجيبت، بص هتقول ايه ايجيبت ايه؟ has achieved، has achieved حققت، يبقى استخدمت زمن ايه؟ has achieved مضارع تاني عشان لقد. a lot of كثير من، a lot of progress كثير من التقدم، a lot of progress يا جماعة in all fields في جميع المجالات. يبقى مصر لقد حققت مصر الكثير من التقدم في جميع المجالات. يبقى هنا بناخد الكلمات بنشوف ال دي. طبعا برضو من الحاجات تيجي اول كلمه ان، ان دي في الانجليزي العربي طبعا الناس مش عارفه الكلام ده، في ان وفي ان. فهنا لما ان مثلا السياحه مهمه جدا، طبعا هنا ما فيش بقى ليها معنى يا جماعه، يعني هي السياحه مهمه دي ما تترجمش خلاص، يبقى التوريزم السياحه is very important، يبقى كلمة ان في الاول دي مش هترجم. طبعا هتلاقي بعض الكتب الخارجية كاتبة لك ان تعمل بجد فسوف تنجح وتحقق احلامك. طبعا هنا باينه جدا ان دي شرطيه، ان تعمل بجد فسوف، اللي هي زي كانها قاعده اف، يعني اف يو ورك هارد يو ويل سكسيد اند اتشيف يور جولز. يبقى هنا خلي بالك، هنا ان تعمل بجد يبقى دي كده كانها شرطيه، كأنها قاعدة اف بالظبط، فخليها اف مضارع ويل، اف يو ورك هارد يو ويل سكسيد. فتخلي بالك من ان السياحة مهمة دي ما تترجمش. برضو شغالين تاني شباب في كل قواعد الترجمة، وبيحاول نجيب لك يا ابني اهم النقط المهمة في الترجمة اللي انت تفيدك جامد جدا جدا ان انت تترجم ازاي. طيب احنا اتكلمنا عن تكوين الجملة، ان احنا بنبدأ بالفاعل والفعل والمفعول، اتكلمنا عن الجمل اللي ما فيهاش فعل وبنضطر احنا نجيب لها فيرب تو بي او نجيب مثلا فيرب تو هاف. اتكلمنا يا شباب مثلا على موضوع مثلا حاجات في الاول زي كلمة تقوم، زي بسم الله الرحمن الرحيم مثلا كلمة لقد، كلمة ان ولا ان، فالكلام ده كله موجود عندنا. طيب مثلا في عندنا يا جماعة أمثلة تانية، أو في برضو ملحوظات تانية مهمة جدا جدا. ما تنساش إن احنا مثلا في الترجمة عندنا الأدفيرب اللي هو الحال، خدت طبعا هتاخد ده في الجرامر، إن الأدفيرب اللي هو الحال طبعا هو الفكرة بتاعت الأسئلة بيجي الصفة ونزود لها ال واي، يعني زي كلمة مثلا زي كلمة كويك سريع، فبقول كويكلي بسرعة، سلو بطيء، سلولي يعني ببطء. في حال بقى زي جود الحال بتاعها طبعا اللي هي كلمة ويل، كلمة زي هارد الحال بتاعها برضو هارد، يعني دي جاد ودي بجد، دي معناها بجد. يو شود ورك، يو شود ورك يجب ان تعمل، يو شود ورك يجب ان تعمل هارد بجد، بالرغم ان في كلمه اسمها هاردلي اللي هي معناها بكاد او بالكاد او بصعوبه. في عندي فاست الحال بتاعها فاست، ليت الحال بتاعها ليت، ياتي متاخرا. فانت الحال ده شباب طبعا عندنا دايما بيجي عشان يصف فعل، احنا ليه كذا استخدام، يعني ممكن يصف فعل وغالبا بيجي بعديه، يعني دايما يا جماعه يجي بعد الفعل، يعني ما اجي اقول لك هي runs هو بيجري، هتقولي he runs quickly بيجري بسرعة،
يبقى هو الحال هنا بيشرح لنا هو بيجري ازاي. He runs بيجري ازاي؟ quickly يعني بسرعة. فتخلي بالك ان الحال لما بيجي مع الفعل كده بيجي بعدين. He drives هو بيسوق، يبقى طبعا يا جماعة واضحة جدا he drives بيسوق slowly يعني ببطء، يبقى الحال هنا جاي بعد الفعل. هو الحال ممكن يجي في حال بيجي مع الصفة، يعني في عندنا يا جماعة زي كلمة very، ما very دي حال، كلمة زي كلمة extremely يعني للغاية، ما ده برضو ده حال، ده بيجي قبل الصفة بقى، لما يكون الصفة دول بيجوا قبل الصفة. يعني بقول مثلا he is، بقول he is very tall هو طويل جدا. he is very tall، he is very tall يعني هو طويل جدا. فهنا الحال اللي هو very جاي قبل الصفة اللي هي كلمة tall. فموضوع الحال ده مهم جدا جدا، لازم تخلي بالك يا معاك الكلام ده مهم جدا. طيب عندنا ايه تاني يا شباب في قواعد الترجمة اللي هي ممكن تهمني؟ ساعات موضوع ترتيب الأزمنة مهم جدا، يعني موضوع يا جماعة ترتيب الأزمنة مهم جدا. هو احنا بنقول دايما ان في أزمنة كتير بيجي معاها كلمة دالة، يعني الماضي البسيط ده مشهور دايما، دايما الماضي البسيط دايما بيجي معاه الكلمة الدالة عليه، زي العام الماضي سافر أبي، العام الماضي بالأمس. فدايما هنا بيبقى الباست سيمبل مشهور جدا ان هو بيجي معاه كلمة دالة غالبا، يعني مش هتلاقي جملة غير لما تكون بقى اللي هي الجمل العادية بتاعتنا، وده هتاخده في الجرامر في أول درس، إن هو دايما الماضي البسيط معاه كلمة دالة. معظم الترجمة اللي هي المواضيع العامة اللي هي يا جماعة حاجة حصلت وبتحصل، دايما بنستخدم المضارع التام. يعني هو المضارع التام ده من أكتر الأزمنة اللي بنستخدمها في الترجمة، اللي هو has و have present perfect، has و have plus the past participle، ده بنستخدمه كتير قوي. بنستخدمه لما كل حاجة حصلت ولسه بتحصل، عارف انت حاجة لسه كانت موجودة ولسه برضه، يعني دايما فتيجي يقول لك ايه لقد أصبح الكمبيوتر هام جدا في حياتنا. هي الجمل دي اللي هي بص مش محدد لي وقت حدوثها والكمبيوتر مهم ولسه مهم، فلما اجي اترجم الجمل دي عندي لقد اقول ذا كمبيوتر، ذا كمبيوتر has become very important in our life حال. فدي معلومة مهمة جدا ليك، ان دايما الحاجات اللي زي كده بتبقى تستخدم has become مضارع تام. برضو بنستخدم البريزنت سيمبل المضارع البسيط كتير، مضارع بسيط يا جماعة بيجي مهم جدا في الترجمة وفي الرايتنج باراجراف، بالذات في المواضيع العامة. يعني بيقول لك تلعب السياحة، تلعب القراءة، دور هام في حياتنا، دي حاجة معروفة حقيقة كده. فالجمل دي دايما بتاخد مضارع بسيط، دايما تقول reading القراءة، please يعني بتلعب اسم مضارع بس مهم جدا، an important role in our life. فدي موضوع الأزمنة مهم جدا جدا، لازم أركز على الأزمنة وأبقى فاهم الجملة اللي أنا بستخدمها عايزة زمن إيه. زي ما قلت لك غالبا هتلاقي معظم الأزمنة مضارع بسيط أو مضارع تام، والجمل بقى اللي فيها كلمة دالة على الماضي بنبدأ نستخدم زمن الماضي البسيط. طيب احنا شباب دلوقتي قلنا معظم قواعد الترجمة واتكلمنا عن حاجات كتير في الترجمة. هو انت محتاج طبعا ان انت تبدأ تترجم بقى كتير، يعني دي بقى برضو محتاجة منك زي ما قلنا قبل كده شباب التدريبات، ان انت تبدأ تاخد جمل كتير وتبدأ تشوف الجملة ماشية ازاي وتبدأ تترجم وتشوف هل انت بقى عندك الحصيلة اللغوية. يعني نبدأ ندي امثلة كده ونشوف الناس ماشية، يعني عايزين يا جماعة نبدأ نتدرب كده مثال، يلا اهو نبدأ نشتغل تكوين الجملة. لما اجي اقول لك مثلا يستخدم العلماء الاستشعار عن بعد لاكتشاف المياه الجوفية في الصحراء. يستخدم العلماء، هبدأ بمين يا شباب؟ ها يلا انا عايزك توقف الاول الفيديو
وتجيب انت كشكول وتكتبها، وبعد كده تبدأ تشوف ماشيين ازاي. ها وقفت كده بالراحة، يلا اكتبها. يستخدم العلماء الاستشارة عن بعد لاكتشاف المياه الجوفية في الصحراء. خد نوع زيها، ابدأ بحاجة اسمها ساينتست، يعني العلماء. وهنا في معلومة مهمة لازم نقولها، هل هنا اقول ساينتست العلماء ولا احط زي؟ يعني هل اقول زي ساينتست؟ بص يا جماعة، في معلومة لازم تفهمها بالنسبة للاسم الجمع. احنا قلنا عندنا جزء مهم اوي في الدرس ده، موضوع الا والان والزي. لو انا جيت قلت لك كلمة زي كلمة دكتورز اهي، خلي بالك دكتورز جمع، هل لما اجي اقول دكتورز ولا زي دكتورز؟ قال لك ينفع الاثنين. لو انت عندك اسم جمع وبتتكلم بشكل عام ما تحطش حاجه، يعني دكتورز هيلب سيك بيبل، الدكاتره بتساعد الناس العيانه. هنا انا ما اتكلمتش عن دكاتره معينين، انا جيت بتكلم عن دكتورز، الدكاتره بتساعد الناس العيانه. ادام بتكلم بشكل عام يبقى ما احطش حاجه. انما لو خصصت، يعني ما اقول لك سبيس دكتورز ان ذيس هوسبيتال، الدكاتره في هذه المستشفى ار كليفر، ماهرين، يبقى انا هنا دكتورز جمع اهو، بس انا بتكلم بتوع المستشفى دي، يبقى لازم اقول ذا دكتورز الدكاتره. فالمعلومه دي من المعلومات المهمه جدا جدا عندنا، عشان انت بتكتب كتير تبقى انت عارف في الباراجراف الحاجات دي يا جماعه، انت بيفيدك جامد جدا. بص هو كله مفتح على بعضه، يعني ده الشرح، ده هو بشرح الباراجراف، هو شرح ان انت ازاي تكون جمله وتحط ايه وما تحطش ايه. فبكتب باراجراف عن مثلا الاطفال وازاي نعامل الاطفال، فلما اقول لك مثلا الاطفال لديهم الكثير من الحقوق، اقول بص كده children have a lot of rights، كثير من الحقوق، يبقى لازم اقول كده، لازم تبقى فاهم children جمع. طب ليه ما حطيتش زي هنا؟ ليه قلت عشان دول بتكلم على الاطفال كلهم، ما خصصت بيقول الاطفال ليهم حقوق. غير لما اقول لك ايه، the children in our country، الاطفال في بلدنا، شو بقى الفرق؟ الله، طب اشمعنى يا مستر هنا نفس الكلمه وحطيت كلمه زي؟ لان ده اسم جمع وانا بتكلم عن حد معين، عن الاطفال في بلدنا، خصصت يبقى تاخد زي. فهنا العلماء بيستخدم، ما حددتش، العلماء كله scientists use، بيستخدموا مضارع بسيط، حاجة اسمها remote sensing، يعني الاستشعار على البعد، to find، عشان يجدوا underground water، underground water المياه الجوفية، underground water in the desert، في الصحراء. يبقى لازم، بص الجمله طالعه بسيطه ازاي، وشغل وبتكون جمله وتبدا بالفاعل وزمن الجمله، ما حطيتش اس المضارعه عشان دول جمع، عشان فايند اندر جراوند ووتر ان ذا ديزر. طيب ناخد امثله تاني، محتاجين يا جماعه نتدرب كتير، محتاجين ناخد امثله كتير. مثلا عايزين ناخد جمل كتير كده يا شباب. يعتمد النجاح في الحياة على الصبر والعمل الجاد. يلا يا جماعة نبدأ نفس الفكرة، ان انت بتوقف الفيديو وان انت عندك كشكولك وبتبدأ انت تترجم عشان تستفاد، ما انت عايز تستفاد. تاني لازم تكون ماشي معانا فاهم بنعمل ايه، توقف الفيديو وترجم الجملة لوحدك وترجع تشغل الفيديو تاني وتشوف المستر كتب ايه، عشان تحس ان انت استفدت. يعني الفاعل فين؟ المستر قال لي دايما ادور على الفاعل، دايما ادور على الفاعل. يعتمد النجاح في الحياة، يبقى في حاجة اسمها success in life. يعني ايه success in life؟ النجاح في الحياة. في فيرب يا جماعة اسمه depends on، مين شاطر يعرف يعني ايه depends on؟ يعتمد على. يعني ايه الصبر بقى؟ مستر انا خدت كلمة اسمها patience، يعني الصبر، تجيب معنى المرض. and هارد وورك، يعني هارد وورك يعني العمل الجاد. يبقى انت ماشي كويس جدا يا ابني وشغال كويس جدا. طيب يلا يا جماعه نشتغل برضو، احنا عايزين نترجم كتير، كل ما نترجم كتير كل ما مستوانا يتحسن. ايه في جمله بتقول لك مثلا ايه، تقيم الحكومه، تمام، مشروعات كثيرة ليه؟ لزيادة الدخل القومي
وحل مشكلات المجتمع. يلا يا جماعة الناس الشاطرة، تقيم الحكومة مشروعات كثيرة عشان تعمل ايه؟ تزود الدخل القومي وتحل مشكلات. وقف الفيديو واشتغل يا ابني، ترجم لوحدك. مين الفاعل هنا؟ تقول له يا مستر الفاعل هو الحكومة. اقول لك ماشي كده يا ابني، يبقى ذا جوفرنمنت. دايما تاخد زي دايما تكتب كده بعضها، ذا جوفرنمنت الحكومة. يعني تقيم، خدنا كلمة كتير اسمها از كارينج اوت، بتقيم. شوف كلمة بتكرر ازاي، از بيلدينج، از سيتنج اب ا لوت اوف، كثير من بروجيكتس، مشروعات. تو عشان، يعني ايه كلمة تزود؟ تزود اسمها انكريس. ذا ناشونال انكم، لازم تحفظ الكلمة دي مهمة جدا، ذا ناشونال انكم يعني الدخل القومي، عايز تزود الدخل القومي. ان وكمان سولف، طبعا قلنا مشكلات المجتمع مضاف ومضاف اليه، زي ما قلنا ينفع حاجتين، ممكن نقول اللي هو سوسايتي بروبلمز او ذا بروبلمز، ذا بروبلمز اوف سوسايتي، مشكلات المجتمع. يبقى احنا دلوقتي يا شباب ده الجزء الثاني من المحاضرة، احنا شغالين يا ابني يعني دي محاضرات التأسيس، بنتكلم على الترانسليشن، الترجمة. عايزين نوصل بكفاءتنا ان شاء الله ان احنا نترجم اي جملة، ويبقى عندنا القدرة ان احنا قبل ما نخش حتى في منهج تالتة، لا يا مستر عندي القدرة ان اترجم واكون جملة واستخدم الكلام ده في رايتنج باراجراف. كل احنا قلناه ده النهاردة انت ممكن تاخده كله زي ما هو كده تستخدمه في الرايتنج باراجراف، هو نفس الكلام، بس انا عايز منك ان انت تحفظ كلمات. وزي ما قلت لك الكتب الخارجيه كلها دلوقتي منزله ديكشنري قاموس، ممكن تشتريه وتقسم الجزء بتاع الكلمات الموجود كل مثلا اسبوع، يبقى ليك حاجه معروفه جدا. امي نفسك انت، حدد نفسك انا مستوى متوسط، خلاص يا مستر مطلوب مني كل اسبوع مثلا 25 كلمه جنب كلمات اليونتس. دايما همشي طول السنه باخد 25 كلمه، يعني لو كل يوم خمس كلمات 10 كلمات على مرتين واحفظ فيهم خمسه. طب مستر انا شايف ان انا احسن شويه هحفظ 50 كلمه في الاسبوع. هو انا ما يهمنيش القدر، انت ممكن 10 كلمات، هو اللي يهمني بس ان انت كل يوم خميس لازم تاخد جزء مراجعه. يعني احنا مشكلتنا يا جماعه دايما في حفظ الكلمات ان انا بحفظ عشان اسمع للدرس، عشان وبعد ما بحفظ يوم يومين بنسى. لازم يكون عندك في نظام ده من غير ما حد يقول لك، انت لوحدك. مفيش يوم يعدي يوم خميس او يوم جمعه، كل اسبوع في حاجه اسمها ساعه كده مراجعه كلمات انجليزي من غير ما المستر يقول. بعمل ايه في الساعه دي؟ بمسك الكلمات اللي انا حافظها واحط ايدي كده، ده هنا في كلمه كذا، لو يعني قانون، لوير محامي، استبلش يؤسس، وابدا احفظ اراجع عشان ما انا بذلت مجهود في الحفظ ما ضيعش المجهود ده. فالمراجعه بتخليني الحاجه تثبت في دماغي. تخيل انت لو كل اسبوع يوم مثلا عملت في جدولك من الاول كده كل يوم جمعه من الساعه مثلا 5 للساعه 6 دي مكتوب ايه؟ مراجعه كلمات انجليزي ثابته بقى، كل جمعه لازم اجي لوحدي افتح وراجع القديم، راجع كلمات الترجمه. طبعا وانت بتراجع هتلاقي حاجات كتير انت حافظها بس الكلمه دي انا نسيتها، انا اخدها بقى على جنب كده وابدا اراجع عليها تاني لوحدها، اعلم عليها عشان دي فيها لخبطه. مع الوقت النهارده راجعت الاسبوع ده والاسبوع اللي بعده راجعت، ممكن اكتب بالعربي، انا سامع نفسي بره، اكتب كلمه واسيب اربع كلمات واكتب كلمه تانية واكتب مثلا 20 كلمه واسمع وادي نفس درجه. الاسبوع اللي بعده اكتب كلمه واسيب خمسه واختار كلمه تانية واسمع، يبقى انا شغال شفوي انطق الكلمات. الموضوع ده يخلي بص الانجليزي ثابت في دماغك. لازم تعمل لنفسك نظام، لو انت عملت مشيت بالسيستم ده حفظ كلمات هتبص للغه بقت سهله، عندي لغه، عندي كلمات، حافظ كلمات ترجمه، يعني يشجع، يعني الحكومه، يعني الشباب، يبذل قصارى جهده، يعني مجالات، يعني تقدم، يعني تنميه، يعني استقرار، يعني هي دي كلمات الترجمه. خلاص بقيت انا لميت ال 200 كلمه اللي هم دول، بترجم اي حاجه، بكتب اي باراجراف، مع التدريب الكتير لغتي كويسه. فاحنا عملنا لكم جزئين للترجمه، انا عايز ناس يا جماعه تشير على قد ما تقدر، زي ما قلت لك احنا بنفرح بعدد الناس اللي بتعلق وتدي الحمد لله مستفدنا كويس، الحاجات دي بتدينا دفعه نفسيه كده ان احنا نكمل. وان شاء الله هننزل لكم بقى كذا جزء ترجمه حل بقى كتير. احنا كده قلنا قواعد الترجمه وشرحنا، هنحاول ننزل بقى اجزاء كتير حل، ناخد كده ترجمه ننزل لكم الاول تراجم انت لوحدك تحاول ان انت تحلها، اقول لكم اديكم مثلا مذكره ولا حاجه تشتغل فيها تحلها، وبعد كده ننزل لكم الحل بتاعها ونشتغل نحلها مع بعض. فنحاول على قد ما نقدر يا جماعه ان احنا نستفاد، وان شاء الله تبقى حاجه مفيده، وربنا يكرم ان شاء الله في الاجزاء اللي جايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.